كنوجه واحد الرساله لرئيس الجماعه شبين يخلف والناس المكلفين بالجماعه انهم يشوفوا اعاده النظر في هذا المشروع اللي داروا بعدا فاشل، وفي هذه الطريق هذه بعدا راه كنعانيو منها سنين وحنا كنعانيو. تعال شوف اخي، تعال شوف راه نزلتي من انت جيتي عندنا ياك اخويا، جيتي عندنا حتى للحي ديالنا ونزلتي من الطوموبيل ديالك ونزلتي في الغيس، نزلتي في الغيس اخي، يعني المشكل كون غير خلاو جماعه بين يخلف كون غير خلاوها الطريق ما يقيسوها ما والو، كون غير خلاو كيف ما كانت كانت صحيحه. دابا داروا التراب اخويا ولا الغيس ولا بنادم كيدخل مع 2 كيلو ديال التراب للدار ديالو، راه حشومه وعيب. حنا راه كنعانيو من الاقصاء ومن التهميش ومن البطاله. السلام عليكم، كنوجه رساله للمجلس البلدي جماعه بني خلف انه ينظر لهذا الطريق هذه اللي كتمر منها حوالي 1200 اسره اللي كدوز من هنايا، وما كاينش شي كل مره كيجيبوا التراكس كيدوزوا بالتراكس هنايا كيدوزوا البيسا. خويا المشكل ديالنا حنا صاحبي، المشكل ديالنا حنا اللي كنعانيو منه يا اما مؤامرات ديال الاحزاب السياسيه، مؤامرات ديال الاحزاب السياسيه فيما بينهم، وكيجعلوا الطريق طعم ليهم المواطنين باش يصوتوا عليهم، ووعود كاذبه من خلال انا مني عقلت تقريبا دابا شي 20 سنه، وهي هاد الطريق هذه الا دخلت الجوجل مابس كتلقى بان هاد الطريق موجوده، كتلقى ان الطريق موجوده كاينه، الا دخلت جوجل كتلقاها موجوده، ومني كتجي الارض الواقع كتلقى طريق غير معبده بتاتا. والمشكل ديال السائل عندنا واحد المشكل اخر من غير الاسبال، مشكل ديال تطهير السائل. هاد المواطنه الوطنيه اللي داروا التنميه البشريه، هاد المشروع اللي داروا هذا القادوس ديالو، الحجم ديال القادوس ديالو لا يتجاوز 160، هذيك الناريات راه حبس المشروع هنا، رجع ليه المال للدار ديالو. هذا ما مشروع ما والو، هاد الشيء فاشل على المدى البعيد، غنلقاو المشاكل حنا هنايا على المدى البعيد، غنلقاو المشاكل في هادشي هنا، وكنطالبوا انهم اعاده النظر في هادشي اللي داروا هنايا. هادي راه ما خدمه ما والو خويا. السلام عليكم، معكم توفيق العزابي من دوار سباعي بني خلف، كنتواجه بجماعه بني خلف. حنا كنشتكيو اخويا على الطريق مده واحد 20 عام ما تصايبت ما والو، كيخرجوا والدينا كيتقداو كيلقاو الغيس، كتجي الشتا مصيبه ما عندناش كنديرو، جوج ميزانيات ديالها ما عرفناش فلوسهم فين مشاو، مشى رئيس جا رئيس، كنمشيو نشكيو على هاد الارض على الطريق هادي، كل واحد كيلو حق الواحد. كان عندنا هذيك الشوك خارج على جنب الطريق، كيجي واحد مسكينه بوفري كيجي كيبدا ينقص منه، كيخرجوا موالين الدوار كيعطيو 3 دراهم، كاين اللي كيعطي كاين اللي ما كيعطيش. جينا عندهم واحد النهار قلنا لهم الزبل خارج على الشوك، جيبوا لينا بركاسه، جيبوا لينا هادي، ما كيعبروناش وما كيعطيوناش وقت. الدوار السبعي كنعانيو بزاف من الطريق وبزاف، واحد الرئيس كنا انتخبنا عليه وقال لنا غنصاوب لكم الطريق، ودا الحزب انتخب دا الانتخابات وما صاوبش لنا الطريق، وجا واحد اخر عاوتاني ولا رئيس وقال لنا غنصاوب لكم الطريق وما صاوبش لنا الطريق، وحنا مكرفسين وكنعانيو بزاف من الطريق، والدراري الصغار وبيسج وكذا. ومن هذا المشكل هذا كنعانيو من واحد المشكل اخر، ان الناس ملي كتكون الشتا في الغيس ما كدوش، دابا غير كانت الشمس ونشفت الارض شويه اخويا، اما بالنسبه للناس راه ما كيدوزوش. راه الناس شوف اخي، اجي تشوف هذه الحاله، شوف اخي هذه الحاله هنايا، راه الناس ما كيدوزوش، دابا غير نشفت الطريق كاينه الشمس، اما الناس راه ما كيدوزوش. ودابا الغيس كنصيبو منين ندوزو هنا، نبغيو ندخلو ما نصيبوش منين ندوزو. ديما هاد الحالة ديما وكان يا غار ديما صالحوا فيها تاع يوم ما تصلحت لهم كاع. رسالة الإعلام 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 المحلي ديال مدينة المحمدية أنه يكون ديما يجيو يشوفوا المواطنين كيفاش كيعانيو، يجيو يشوفوا المعاناة ديال السكان ديال جماعة بن خلف، جماعة بن خلف اللي جامعة قديمة. شوف الحاوية أخويا ديال الزبل، هات أخويا ويا الحاوية ديال الزبل، راه ماشي الناس كيلوحوا الزبل في الأرض، راه ماشي الناس كيلوحوا في الزبل في الأرض، الحاوية كتمتلئ الحاوية وكيتلاح الزبل في الأرض أخويا، كيتلاح الزبل في الأرض حيت كتمتلئ الحاوية، الناس ما كيقدروش كيلوحوا الزبل في الأرض، وهذا مشكل من المشاكل الكثيرة ديال بني خلف. عندنا مشكل الأزبال، عندنا مشكل الطريق، عندنا مشكل تطهير السائل. هاد القادوس اللي داروا راه ما خدمة ما والو، يجب إعادة النظر في هذا المشروع. وصحاب ليديك هاد الشركة راه غدير الخدمة ديالو وغتشي، وصحاب ليديك اللي غيلقاو المشاكل منا لقدام، إلى ربما هاد الطريق هادي راه مبادرة وطنية اللي يقول لك شي واحد حقها، راه هو اللي دار لنا الشيء بنفسه. الله ينصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو اللي كيتكلف بالضعفاء والمواطنين. حنا كنوجهوا رسالة لجميع الفاعلين الجمعويين
والى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله انه يشوف هاد المواطنين هاد هنا راه كيعانيو. المواطن ديما خاسرين، ديما عندنا مباريات، ديما الرويد شوشين. يلا قيس شوف قلب، عندكم كاميرا؟ كاينه كاميرا، شوف حال الموتور كداو هادي بزاف والخسارات وكداو والطريق قيس. المباريات ديما المشاكل مع الطريق. ديري على هذا راه قدامك كتشوفوا كيفاش كتكون في الشاطئ. الشتاء حاله خطيره، الشتاء راه ما كيخرجوش كاع الناس هنا. كيوقفوا هنا الدراري على الدراسه في الشتاء. الشتاء قلت لك غالب الاحيان الناس كتمنى كتوقف. الطريق الشعشع، الطريق ما بقاش كتبان. كنقولوا لبنات المسؤولين الله يخلصكم، هادشي اللي غنقولوا لهم. مشكلة الطريق كنعانيو من مشكل الطريق بزاف اخويا، وسنين طويله وهما كيتلاعبوا بين هاد الرؤساء الجماعات، اي رئيس مر من الجماعه كيتلاعب بهاد الساكنه، والساكنه والدينا ما كدوش يتكلموا، حيت اميين بهاد اللغه غنتكلم معاك، ما يقدوش والدينا يتكلموا، اغلبيه فينا كيربوا عليهم طايفه على الخبز، على الخبز والدقيق والزيت، غيطايف على قبل الطريق غيمشي يحشاش على الطريق، وشبوه مثالي غيمشي على الطريق يحشاش عليها، خاصنا نتكلموا حنايا الشباب، هادشي راه ماشي من هدف ديال شي اخويا، هادشي اللي كنتكلموا فيه هادشي راه من الغيره ديالنا على الحي. خويا الطريق الماش الشارع بزاف انتم كتشوفوا اخويا. شنو الكلمه اللي غادي تقول المنتخبين ديالكم؟ خويا جد الرؤيه. خويا شوف الطريق، الطريق هادشا شوف 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 الحي ديالنا كيفاش داير. فضل ان الاحياء الاخرى كتصلح والحي ديالنا حنا معرض للتهميش. الحي ديالنا معرض للتهميش من ازيد من 20 سنه وهو معرض للتهميش. دابا راه 2021 وباقي كنعانيو من مشكل الطريق. تطهير السائل راه مشروع فاشل داروه لينا وكندد بها، كنقول لهم خاصهم اعاده النظر في هذا الشيء. تطهير السائل راه كيكون القادوس كبير قداش، شناهو تقدر تمشي فيه نتايا، راه كتشوف نتايا في المغرب هنايا، ولكن هنا خويا داروا لنا هذا المشروع فاشل مع العلم انها مبادره وطنيه للتنميه البشريه، خاصها تكون فيها يعني الجديه في العمل، يعني تكون واحد التفاني في العمل ديالهم، تكون الخدمه متقونه. راه ما كاين، كنوجه رساله يا صاحب الجلاله، هذوك الناس اللي كتخليهم مقابلين المواطنين، راه الحي ديالنا هذا المشروع فاشل، والطريق راه باقي كنعانيو منه، الناس بزاف ازيد من 1200 نسمه كتمر من الطريق، وما كاينش اللي كيتكلم وكيدوي. راه كنوجه رساله بان الرئيس يدير شي تحرك ولو خفيف للمشكل ديال الطريق ديالنا. الخدمه راه ما كاينش اللي كيدوي وكيتكلم.